يا ترى شو اللي يجمع بين لاعب الكرة ديفيد بيكام، الممثلة شارون ستون، الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وسعيد؟ سلامات. كلهم مصابين بالربو، مع ذلك يعيشون حياة طبيعية. الربو مرض مزمن لكن مو بإعاقة. حوالي 250 مليون شخص مصابين بالربو حول العالم. ها؟ هي. ونسبة الأولاد المرضى هي ضعفين البنات، ولكن الغريب إن النسبة تتساوى عند البالغين. الوراثة عامل مهم في الإصابة بالربو، ومن العوامل الباقية الوزن الزايد، التعرض للتدخين السلبي في البيت أو تدخين الأم أثناء الحمل. وطبعاً في عالمنا المعاصر ارتفاع تلوث الهواء بدخان المصانع وعوادم السيارات. الدواء بيساعد المريض على حياة مستقرة، ومو بصحيح إن البخاخات تؤدي إلى الإدمان. ابتعد يا سعيد عن الانفعالات النفسية وعن الأماكن اللي فيها تدخين، وعن أي شيء مثير للحساسية مثل المواد الكيميائية، ريش الطيور، فرو الحيوانات، حبوب الطلع والغبار. ولا تنسى تأخذ لقاح الإنفلونزا لأنه يخفف النوبات. المريض بالربو بحاجة دائما لانتباهنا ورعايتنا. عساكم دوم صحة وسعادة.